أهلا بكم. الآن سوف أقدم لكم عرض حول كيفية عكس قاعدة السلسلة. لأننا نقوم بالتكامل الذي هو عكس المشتقة، لذا دعونا نأخذ مراجعة حول ما هي قاعدة السلسلة. قاعدة السلسلة تخبرنا إذا أردنا أخذ المشتقة، إذا أردنا أخذ المشتقة لإف لجي للإكس. أتمنى ألا يربككم هذا كثيرا. سوف أعطيكم مثالا آخر يتعلق بإف الإكس ويتعلق بجي الإكس. إذا أردنا أخذ المشتقة لهذا، قاعدة السلسلة تقول أن مشتقة هذا الاقتران المركب تساوي مشتقة الاقتران الداخلي جي فتحة لإكس ضرب مشتقة الاقتران الخارجي. إنه نوع من الاقتران الأصلي، لكنه يبقى جي الإكس إف فتحة لجي الإكس. أعلم أن هذا ربما يبدو معقدا. إذا كنتم غير مرتاحين لهذا النوع من التدوين، لكن هذا النوع من الأمثلة يعتبر مهما. إذا قلنا ما هي المشتقة؟ لجيب إكس تربيع، جيب إكس تربيع. في هذه الحالة إن إف الإكس تساوي جيب إكس، أليس كذلك؟ ومن ثم جي الإكس هي إكس تربيع، أليس كذلك؟ وجيب إكس تربيع هو إف لجي الإكس. هذه مراجعة لقاعدة السلسلة. يمكنكم أيضا مشاهدة تسجيلات عن قاعدة السلسلة، لأنني لا أريد أن أعمل مسائل مزدوجة هنا. كل هذا يقول أن مشتقة هذا هي مشتقة الاقتران الداخلي وهو جي الإكس، والتي تساوي 2 إكس، ثم نقوم بضربها بمشتقة الاقتران الخارجي، الاقتران الأصلي، وهو بالحفظ. أعتقد أن مشتقة جيب إكس هي جيب تمام إكس، إذن ضرب جيب تمام جي الإكس. نحتفظ بإكس تربيع هناك. فقط فكروا بالاقتران الداخلي والاقتران الخارجي. إذا أخذنا المشتقة لهذا النوع من الاقترانات المركبة، إنها نفس الشيء، تساوي مشتقة الاقتران الداخلي وهو 2 إكس ضرب مشتقة الاقتران الخارجي. لكن نحتفظ بهذا الاقتران الداخلي بداخله، نحتفظ بهذه الإكس هنا. إذن هذه مراجعة لقاعدة السلسلة. إذن ماذا يحدث إذا أردنا عكس قاعدة السلسلة؟ حسنا، إذا أردنا عكس قاعدة السلسلة، إنها تقول إذا أردنا أخذ التكامل لشيء ما، لدينا المشتقة للاقتران الداخلي، ثم لدينا المشتقة للاقتران الأكبر المركب، أنا فقط أعدت كتابة قاعدة السلسلة بشكل تكامل، وهذا يساوي إف لجي الإكس، أليس كذلك؟ هذه العبارة هنا هي نفس الشيء كهذه العبارة هنا، أليس كذلك؟ كل ما فعلته هو أنني أخذت التكامل من الجهتين، وأنا أقول أن تكامل هذا هو تكامل هذا هنا. ربما كان علي ألا أكتب إشارة المساواة بهذا الشكل، لكن لنستخدم هذه الصيغة التي خمنتها. لكن كل ما أريدكم معرفته هو استخدام عكس قاعدة السلسلة في حل بعض المسائل. سوف أعيد كتابة هذا التكامل. إذا كان لدينا جي فتحة لإكس ضرب إف فتحة لجي الإكس،
dx هذا يساوي f لجي x، هذا هو عكس قاعدة السلسلة، وأنا أعلم أنها معقدة جدا في بعض الأحيان عند كتابتها بهذا التدوين، لكن في الأمثلة المزدوجة ماذا لو كان لدينا تكامل؟ دعوني أقول وهذا في كثير من الأحيان ينظر إليها على أنها خدعة، ولكن سترى أنها في الواقع ليست خدعة. حسناً، لنقل أن لدينا مربع اللوغاريتم الطبيعي، مربع اللوغاريتم الطبيعي مقسوماً على x dx. إذا رأيتم تكامل كهذا، من الممكن أن تكون متخوف أو متفاجئ. الكثير من الأشخاص في كلية التفاضل والتكامل يبقون متخوفين من هذه المسائل، لكن كل ما عليكم إدراكه هو أن هذا هو عكس قاعدة السلسلة، لأن هذا نفس الشيء كتكامل واحد تقسيم x. ضرب اللوغاريتم الطبيعي، ضرب اللوغاريتم الطبيعي ل x تربيع dx، أليس كذلك؟ هذا نفس الشيء، أنا فقط أخذت واحد تقسيم x خارجا. الآن هذا يبدو مألوفا قليلا. حسنا، ما هي مشتقة اللوغاريتم الطبيعي ل x؟ إذا كنت تذكر من قواعد الاشتقاق إنها واحد تقسيم x، دعوني أكتب هذا في الزاوية هنا. مشتقة اللوغاريتم الطبيعي ل x تساوي واحد تقسيم x، واحد تقسيم x. إذن هنا لدينا مشتقة، مشتقة اللوغاريتم الطبيعي ل x. الآن يمكننا القول، يمكننا معاملة اللوغاريتم الطبيعي ل x كنوع من المتغيرات. وماذا أريد أن أفعل إذا كان بإمكاني التبديل هنا؟ دعونا نقوم بهذا. لا أريد أن أقوم بهذا الآن، لأن هذا سوف يشوشكم بالرغم من أن طريقتي تربككم أكثر. لدينا مشتقة اللوغاريتم الطبيعي ل x، لذا يمكنني القول أن لدينا المشتقة هنا، لذا هذا اقتران مركب، هذا f فتحة لجيل x، لذا يمكنني القول أن التكامل يجب أن يساوي هذا الشيء. هذا الشيء تربيع، أليس كذلك؟ إذن ما هو التكامل لمربع شيء؟ التكامل لمربع شيء هو واحد تقسيم ثلاثة، واحد تقسيم ثلاثة شيء للقوة ثلاثة، تعلمنا هذا سابقا في التكامل غير المحدود، أليس كذلك؟ حسنا، إنه واحد تقسيم ثلاثة شيء للقوة ثلاثة. نحن نعلم من قاعدة السلسلة أن هذا الشيء هو لن x، لن x. وأنا لا أعلم إذا كنتم قد نسيتم هذا، لكن لا تنسوا أن تضعوا زائد c. الآن أنتم تقولون لقد أربكتنا كثيرا. إذا تشوشت أفكاركم فقط دعونا نأخذ مشتقة هذا بالطريقة الأخرى، ربما يكون هذا مهما. عندما نأخذ المشتقة نحن فقط نستخدم قاعدة السلسلة، نأخذ مشتقة الداخل أولا. مشتقة الداخل هي واحد تقسيم x، ثم نقوم بضرب هذا بمشتقة الاقتران الخارجي ونترك الداخل كما هو.
إذن مشتقة الاقتران الخارجي هو 3 ضرب هذا المعامل، إذن 3 ضرب 1 تقسيم 3 ضرب كل هذا الشيء مرفوع للقوة مطروح منها 1، إذن كل هذا الشيء هو لن x وبالطبع زائد 0، أليس كذلك؟ مشتقة c هي 0، هذه 3 تلغي هذه، هذا يساوي 1 تقسيم x ضرب لن x تربيع. هذه هي المسألة الأصلية. دعونا نأخذ مسألة أخرى. نأخذ شيء أصعب قليلاً. ما هو تكامل؟ دعونا نقول. دعونا نقول جيب x، جيب x للقوة 3، جيب x للقوة 3 dx، هذا عادة يكتب هكذا، هذا يكتب جيب تكعيب x dx. نفس الشيء لكنني أريد أن أفكر بهذه الطريقة، إنها ليست طريقة جديدة. في الواقع هذا خطأ، أنا أقوم بحل هذه المسائل سريعا بوضوح. في الواقع لا أريد القيام بهذا، هذه المسألة الخطأ، أريد أخذ التكامل، وفعليا يمكنكم رؤية كيف أتعامل مع هذه المسألة. تكامل جيب تمام x ضرب جيب x تكعيب ضرب جيب x تكعيب dx. والآن لدينا هذا الجزء المعقد، جيب x، ولدينا مشتقة جيب x، أليس كذلك؟ مشتقة جيب x هي جيب تمام x. إذن إذا كان لدينا اقتران داخل اقتران كبير مركب ولدينا مشتقته، إنه نوع من الوحدة، وكأنه لدينا متغير واحد فقط ونريد أخذ التكامل له، هذا يساوي جيب x ونزيد هذا بمقدار 1، مرفوع للقوة 4 ومضروب بواحد تقسيم 4. كيف فعلنا هذا؟ لأننا نعلم أن التكامل x للقوة 4 dx يساوي، أعني للقوة 3 dx، يساوي 1 تقسيم 4x للقوة 4 بدلاً من x لدينا جيب x. تذكروا أن السبب الذي يجعلنا نقوم بهذا هو أن مشتقة اقتران الجيب موجودة هنا. في العرض القادم سوف أوضح لكم كيفية الحل باستخدام التبادل، لذا أراكم في العرض القادم. إلى اللقاء.